وصلنا تعليق يقول اختلف معك اخوي في مسألة ان القاعدة معظم واعظم مما سلف الروثلس والاتيتود عصور لا تضعها في كتابي، وهذا لا يعني انه لن نرى عظمة في مقبل الاشهر. احسنت كلامك، دبلوماسي سياسي محنك فذ لبق اتيكيت وذوق، ولكن تحت جميع الظروف لازم نراعي شغلة حيل بسيطة جدا، ان في ما قبل فترة الاتيتود ايرا ما حد كان يدري انها راح تجي، في فترة الروثلس اجريشن ما حد كان يدري انها راح تجي، وكانوا اصلا ساخطين عليها ويقولون عقب الحرب ما بين WCW WWE WWF في ذاك الوقت والاي سي دبليو انتهت المصارعة، اللي طلعت ROH طلعت TNA، وTNA ترى انعشت عالم المصارعة لفترة حلوة ولذيذة ترى، والفترة الأجريشن ترى زادت وحمت بسبة وجود تحديات ترى، ولكن مو مذكورة لأن إحنا الروايات اللي تجينا على الأحداث هي تأتي بصوت شركة WWE ترى، لكن ترى في أشياء واجد إحنا مغيبين عنها. نفس TNA ترى كانت فيها فترات عظيمة حيل بس ما كنا ندري عنها. AEW مثلا نحبها ولا نكرهها، فيها أحداث مذهلة أثرت على رسلمانيا وخلقت موقف عظيم جدا. إيه دخول كودي رودز، كودي رودز كان ولا شيء في فترة في WWE، لما رد هز عالم المصارعة كله، الناس كلها تتكلم عن رسلمانيا. ليه؟ لأنه صار له وزن في AEW. AEW راح تصير أقوى شئنا أما بين، ترى راح تصير أقوى ولكن ما راح تكون اقوى من الدب دبي، اقوى انا اقصد اقوى من حالها الان انها جديده وكذا، عطها 10 سنين راح تكون مؤثره لما هي تقوى ويثقل وزنها. ترى نفس دبليو سي دبليو ترى عمرها كانت في الثمانينات وفي التسعينات اظن، حتى قبل كان لها مسمى هام غير. عموما ان شركات المصارعه ترى اعمارها توصل 20 سنه وزود، يعني الاي اي دبليو توها ما انضجت، فالفترة القادمة مو إلا تكون أتيتود ومو إلا تكون روثلس أجريشن، ممكن تكون شيء جديد 100% إحنا ما ندري عنه، فأنا متيقن إنه راح يكون أحسن. ليه؟ لأن خنقة فينس مكمان راحت. فينس مكمان عبقري لما كان غير ما هو عليه الآن، الحين لا، الحين انقلب هو وخيرة إنه راح، فالمستقبل راح يكون أعظم بسبب التحديات الأكثر حدة وقوة وروعة. أنا متيقن من هذا الشيء.